العينة الأولى منيحة ممتازة ممتازة على كفالتي ولو ايش هالأخت رجال لك هي صاروخ أهلا وسهلا كيفك أستاذ رياض خينا جابر بتعرفيه مرحبا أستاذ جابر متر غازي عبيد من مدموزيل أميرة أميرة أبو مصلح صرنا اثنين محامين حضرتك محامية؟ نعم تشرفت تفضلي شو بتحبي تشربي؟ مرسي ولا شيء عبدالله دين شاي أخضر دين شاي أخضر يا عبدالله ما بعرف إذا جهاد خبركم القصة نعرف إنكم مستأجرين من زمان وإنه ربع عليكم حكم والإخلاق بعد 3 أشهر يعني مثل 3/4 المستأجرين لقدام يعني وأي المشكلة بتخصك إليك عدم المؤاخذة أنا شو بقدر أخدمك الموضوع أنا بعرف إنه جهاد مديون لحضرتك بمبلغ كتير حرزان مزبوط؟ وإنه تقريباً عم بيقدم لك هالعقار بسعر محروق مقابل الدين عدم مؤاخذة يعني أنت شو علاقتك بالموضوع يعني هلا هو العقار صار نظيف وهو بحق إنه يعمل فيه اللي بده إياه يعني مزبوط ما في مشكلة بس أنا فيي استأنف الحكم ونقضي سنين بالمحاكم والماتر بيعرف شو يعني هالحكم يعني إذا اشتريت العقار ما رح فيك تعمل فيه شيء رح تكب مصريتك على الفاضي فوق من المصريات الدين هيدي عادة المماطلة بالمحاكم يعني انتي أصلاً عم تجيبيني صرت شغلة أنا رجل لقدام رجل لورا بلا أنا أحسن انت حر تعمل يلي بريحك بس بدي ذكرك إنه جهاد ما عنده شي غير هيدا العقار يعني مجبور يبيع إذا بده يردلك الدين وبهالأيام ما حدا عم يشتري السوق جامد وإذا كان حظك منيح ولاقى حدا يشتري شو بيضمن لك يرجع لك المصاري يعني سوري جهاد واحد أمرجي وسكرجي كل العالم تعرف وهو عارف إنه عقاره حرزان وبيجيب سعر أكتر بكتير ما أنت دافع أكيد حرزان شو لكين؟ سمعت؟ شو الحل اللي عم تطرحيه أستاذي؟ الحل هو إنه نعمل اتفاق بخليني ضلني بالعقار مدة 3 سنين ببلاش أكيد من بعد 3 سنين أنا بخلي العقار وبصير عنده حرية يتصرف فيه مثل ما بده أو بده يدفع لي تعويض لا ولو أستاذي المفاوضات لازم تكون على ضوء حقوقنا بالقانون حضرتك بتعرفي انه انت مجبوره تخلي لانك مش دافعه واصلا نحن ما لنا بوارد ابدا ندفع تعويضات انه شو يعني بنخليكي هيك بالعقار ببلاش شو بنكون استفدنا يعني هذا الحل يلي عندي قلت لكم اياه بفتكر افضل بكثير من انه يروح عليه عقار حرزان بسعر حلو او بدنا نفوت بالمحاكم ماشي ماشي هلا خلينا نحن نمخمغ الموضوع نفكر فيه نشالبه وبرد عليك يا خوات ممكن ارجع اخذ رقمك مره ثانيه لو سمحتي ايه اكيد بس اعملوا معروف بهمني اعرف جوابكم كثير بسرعه لانه انا مضطره اقدم الاستئناف ضمن المهله